كل سنة وكلنا يا رب بخير دايما وصحة وسعادة، وزي ما احنا كده بيكون لينا استعدادات لعيد الأضحى كمان الدولة بيكون ليها استعدادات أخرى. وزارة الزراعة وفرت جميع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في المنافذ التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووفرت كمان السلع اللي بيحتاجها المواطن خلال إجازة العيد. صحيح، خلينا نعرف تفاصيل بقى عن هذه السلع، عن طرح هذه السلع في منافذ وزارة الزراعة المختلفة، عن الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. بصحبتنا على الهاتف مباشرة الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة ومنسق عام المنافذ. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على الاستوديو، وصباح الخير على شعب مصر العظيم، صباح الخير على كل الناس المشاهدين، صباح الخير يا مصر. قول لنا بقى هتعملوا ايه في عيد الاضحى؟ ازاي المنافذ بتاعتكم استعدت لاستقبال العيد؟ ايه ابرز السلع المتوفره؟ المواطن ممكن يستفيد ازاي؟ احنا حقيقي مش هنعمل، احنا بنعمل من حوالي 3 سنين في منظومه المنافذ المتكامله في الوزاره، المملكه للوزاره 245 منفذ ثابت على مستوى الجمهوريه، موجودين في مقرات مديريات الزراعه، الاصلاح الزراعي، الطب البيطري، المحطات البحثيه، مزارع قطاع الانتاج. عندنا كمان 32 منفذ متحرك يضوب المحافظات، ينتشر في الشوارع الرئيسيه ذات الكثافه السكانيه المرتفعه بالتنسيق مع الساده المحافظين، كنا اخرها في محافظ بني سويف والفيوم والمنوفيه. احنا مستمرين في ضخ كميات كبيره من السلع والمنتجات الغذائيه، تقدر عدد السلع اللي احنا بنضخها كل يوم للمواطنين 220 سلعه تقريبا. كل السلع اللي عندنا تقل اسعارها عن الاسواق المسيله الاخرى من 20% وتصل في بعض السلع الى 30 و40%. وبعدين احنا الحمد لله طبقا لتوجيهات معالي الوزير المستمره بضخ كميات اضافيه كل يوم، وان تكون هذه الكميات بجوده عاليه، وان يتم ثبات الاسعار واحداث توازن في الاسواق المصريه. انا حابب اقول ان ده كله بيتم تحت مظله او مبريله مبادره من خير مزارعنا الاهالينا، هي المبادره اللي اطلقها معالي وزير الزراعه منذ حوالي 2 سنين، واللي جاءت تكفيلا للمبادره الاكبر اللي اطلقها فخامه طيب. الرئيس دكتور سعيد منذ 10 سنين. دكتور سعيد، يعني قبل ما ندخل ونتعرف اكثر على مبادره خير مزارعنا الاهالينا، خلينا كمان نعرف الساده المشاهدين، زي ما حضرتك قلت التخفيضات بتصل من 20 ل 30%، بس عايزين نعرف الساده المشاهدين ايه هي السلع، يعني هل السلع بتشمل اللحوم والدواجن ولا لا مبدئيا؟ انا بقول 220 سلعه بما فيهم جميع السلع الاستراتيجيه اللي بيحتاجها المواطن بشكل مستمر زي اللحوم والارز وكل الزيوت وكل الجبن وكل كل ما تتخيليه. هي يعني اللحوم والدواجن متوفره يا فندم. طيب هل في هل المواطن يقدر يشتري الكميات اللي هو عايزها؟ يقدر يشتري الكميات اللي هو عايزها، واحنا امبارح بعنا وصلنا 5 كيلو لكل مواطن. يعني خمس لغايه يقدر يشتري اللي هو عايزه لغايه 5 كيلو لكل مواطن؟ 5 كيلو لكل مواطن. اسعار اللحمه لو واقف قدام منافذنا كل الشعب المصري هندي كل واحد 5 كيلو ما تقلقوش. اسعار اللحمه ايه والفراخ ايه؟ بالنسبه للحوم البلدي المربى في مزارع الانتاج الحيواني في وزاره الزراعه بنبيع الكيلو ب 225 جنيه، بنبيع الضاني ب 250 جنيه، ده بالنسبه للحوم المذبوحه للي عاوز لحم مذبوح. اما فيما يتعلق في اللي عاوز يحجز اضاحي عشان كل سنه وانتم طيبين قرب قدوم عيد الاضحى المبارك، حددنا الاسعار قلنا 125 جنيه لكيلو الجاموس القايم، 140 جنيه لكيلو البقري القايم، 155 جنيه لكيلو الضاني القايم الاختراف وخلافه، وحددنا اكثر من نقطه عباره عن 7 نقاط على مستوى الجمهوريه يقدر المواطن يروح ويحجز الحاله بتاعته وياخدها هناك، وكل هذه الرؤوس هي رؤوس بلدي مرباه في مزارع الانتاج الحيواني المملوكه لوزاره الزراعه. والدواجن؟ بالنسبه للدواجن عندنا الحمد لله دواجن مذبوحه، دواجن مبرده موجوده في كل منافذنا بالتنسيق مع الثروه الداجنه، تعرف الحمد لله وزاره الزراعه بتمتلك مزارع ثروه داجنه، وكمان بننسق مع كل المعنيين اصدقائنا وشركائنا في التنميه في ضخ كميات كبيره من الدواجن يوميا، وضخ كميات كبيره من كل السلع زي ما قلت 220 سلعه تقريبا يوميا بنضخها في كل المنافذ الثابته والمتحركه والمعارض. عندنا معرض كبير حاليا دلوقتي في الأرمان بقاله اكثر من شهر موجود بيعرض السلع والمنتجات الغذائيه للمواطنين
اكثر من 220 سلعه زي ما قلت، تبدا التخفيضات من 20% وبتصل بعض السلع ل 30% وبعض السلع ل 40 و45%. عندنا البيض بكميات كبيره الحمد لله، وزاره الزراعه تمتلك 8 محطات او 8 مزارع لانتاج بيض المائده. الحمد لله تنتج سنويا 320 مليون بيضه، بنبيع كل يوم اقل كرتونه اقل من بره من 15 الى 20 جنيه في منافذ السكة والحديقة والمعارض. طيب دكتور، عشان نغطي بس كل الجوانب للساده المشاهدين، هل في فرق في الجوده بين المنتجات الموجوده في منافذ وزاره الزراعه والموجوده في السوق؟ وايضا السؤال يشمل اللحوم، هل هي نفس نوعيه اللحوم اللي موجوده في السوق هي اللي موجوده في المنافذ؟ لا، لو قلنا كده هيقولوا لي انت متحيز. لا، احنا عندنا الجوده افضل بكتير جدا من المنافذ الاسواق الاخرى المثيله، لان احنا عندنا اللحمه بلدي مرباه في مزارع الانتاج الحيواني المملوكه للوزاره، لحمه بلدي مصري 100% تمتاز بجوده عاليه. طبعا في رقابه جدا جدا على كل المنافذ، رقابه جدا على الجزارين في هذه التفاصيل سواء من عندنا او من هيئه الخدمات البيطريه. اللحوم المذبوحه في وزاره الزراعه هي لحوم بلدي 100% سواء كانت بقري او جاموس او خراف وخلافه. يعني لو بصيت كده على قصه تربيه الدواجن او تربيه الـ المواشي في مزارع وزاره الزراعه، وبصينا ما يحدث في السوق، احنا هنا ازاي بنوفر مهندس زراعي او بنوفر طبيب بيطري او بنوفر، يعني البيئه المصاحبه ليها عامله ازاي؟ طبعا ده طبعا بيدر الالبان وبيعمل الجبن وبيعمل كل ده، عايز حضرتك تقول اتفضل. انا طبعا وزاره الزراعه زي حضرتك ما عارف كل الساده المشاهدين عارفين، احنا معنيين بتقديم الدعم الفني لكل اهل مصر، معنيين بتقديم الدعم الفني والعلمي لكل المشروعات حتى الخاصه اللي تطلب مننا تقديم الراي والمشوره في موضوعات معينه. ما بالك بقى بالمشروعات اللي بتمسكها الوزاره وبتشرف عليها. عندنا الحمد لله زخم كبير جدا من الساده الباحثين المتخصصين في سواء في الثروه الحيوانيه او الثروه السمكيه او الثروه الدادنه او كل المسائل اللي بتهم المواطن. الحمد لله كل منتجاتنا للمواطن المصري على اقبال كبير جدا جدا جدا، ايمانا من المواطن المصري في منتجات وزاره الزراعه. امبارح بالامس معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه تفقد المنافذ عشان يقف ياخذ بنفسه على ما يدور داخل المنافذ، واستمع الى اراء وشكاوى واقتراحات المواطنين، والحمد لله كانت الدوله ممتازه جدا جدا جدا، لان طبعا عندنا اقبال كبير جدا 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 حضرتك ما عارف على اللحوم وخلافه. طيب دكتور، خلينا نرجع مره ثانيه لمعرض خير مزارعنا لاهالينا، ايه الدور اللي بيلعبه؟ خير مزارعنا لاهالينا دي مبادره لها حكايه، حكايتها لما بداها معالي الوزير السيد القصير منذ حوالي سنتين، وتبنى مبادره من خير مزارعنا لاهالينا، وهي المعنيه بتوفير وضخ السلع والمنتجات الغذائيه من مزارع وزاره الزراعه، من مزارع الدوله المصريه، من مزارع المصريين الى المصريين والى اهل مصر. تبنى هذه المبادره تجسيدا بالمبادره الاعظم اللي اطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ حوالي 3 سنين، وكانت معنيه بمحاربه الغلاء، كانت معنيه باحداث حاله من حالات التوازن داخل الاسواق المصريه، كانت معنيه بضبط الاسعار واحداث ثبات الاسعار، وكانت معنيه بهدف كبير جدا جدا هو رفع العبء الحقيقي عن كاهل المواطن المصري في السوق المصريه خلال الازمات الحاليه. دكتور سعيد، قلت لي في 7 نقط في القاهره ويمكن من خلالهم المواطن ان هو يتوجه ليهم ويستفيد هذه اللحوم او الدواجن او كل السلع المخفضه والمقدمه من خلال مزارع الدواجن. بالنسبه للمنافذ الثابته عندنا 245 منفذ ثابت على مستوى الجمهوريه. بالنسبه للمنافذ المتحركه عندنا 32 منفذ متحرك بيجوب المحافظات وينتشروا في الاسواق الكبرى والمناطق ذات الكثافه السكانيه المرتفعه. بالنسبه للمعارض عندنا معرض كبير جدا مقام حاليا في المتحف الزراعي، هينتهي يوم الثلاثاء اللي هو يوم الوقفه قبل العيد بيوم، وبيخ 220 سلعه بالتخفيضات والجوده اللي انا قلت عليها لحضراتكم. عندنا كمان 7 نقاط لحجز لحوم الاضاحي على مستوى الجمهوريه، عندنا قطاع الانتاج، عندنا قطاع الثروه الحيوانيه، عندنا المعامل المركزي لاغذاء الاعلاف، عندنا الاداره المركزيه للمحطات البحثيه، عندنا مشروع سيل، عندنا مشروع النظم الزراعيه في الاسماعيليه، عندنا قطاعات كبيره جدا، عندنا الزراعه المحميه. دول 7 نقاط بيضخهم او بيحددوا بيحجزوا للمواطن الاضاحي المطلوبه سواء كانت ابقار او جاموس او فئران.
دكتور سعيد، اخيرا بعد اذن حضرتك، هل هذه الاسعار المخفضه دي هتبقى موجوده بمناسبه العيد فقط ولا هتبقى مستمره بعد ايام العيد؟ طبعا المواطن بيسال دلوقتي او المشاهد بيسال، بيقول لك ازاي اسعار وزاره الزراعه مخفضه بنسبه 20 و30 و45%. السبب الرئيسي انا هقوله حاليا، انا ما عنديش حلقات تسويقيه، انا ما عنديش وسطاء، انا ما عنديش تجار، انا بجيب من المزرعه راسا الى المواطن، وبالتالي كل ما بتقلل الحلقات او الوسطاء او التجار مش موجودين بيكون نسبه المكسب بسيطه جدا جدا، وفي نفس الوقت ما يتحمله وما يتكبده المواطن قد يكون بسيط جدا جدا للغايه. احنا مستمرين في تقديم هذا الدور الايجابي، مستمرين في رفع العبء الحقيقي عن كيان المواطن المصري، مستمرين في تنفيذ توجيهات معالي الوزير السيد القصير، مستمرين في دعم المواطن المصري بالسلع والمنتجات الغذائيه طول العام عن طريق منافذنا السابقه والمحاضرات والمعارض، مستمرين في تنفيذ توجيهات دوله الرئيس وفخامه الرئيس. كل سنه كل شعب مصر بخير، كل سنه وفخامه الرئيس والدوله المصريه بخير، كل سنه ومصر في امان وسلام. سوف تظل مصر هي خزائن الارض طوال التاريخ الى ان ينتهي التاريخ، سوف تظل مصر قائمه سامقه. نشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم دكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي للمتابعه ومنسق عام المنافذ. نشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات. عارفه يا جمانه، هو قال نقطه مهمه جدا، قصه ان انا ما عنديش وسطاء في النص، وده اللي بتقوم عليه كل المبادرات اللي هي سواء صحيح. كلنا واحد، سواء المبادره اللي قال عليها من خير مزارعنا، او حتى سواء المبادره اللي هتبقى عاملاها وزاره التموين.